نروح لتقرير أقيم بالسفارة البريطانية بالقاهرة حفل الفستان الأحمر وجوائز الأزياء المصرية. خلال الحفل ده تم عرض الفستان الأحمر اللي قامت الفنانة البريطانية كريستي ماكلايد بتصميمه وحصلت على جوائز دولية من خلاله بمشاركة عدد بقى من النساء البدو في سيناء، وجرى إنجاز مشروع الفستان الأحمر بالمشاركات المصرية من عندنا في سيناء. تجولت مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة كريستي ماكلايد في 36 دولة بهذا الفستان الأحمر خلال 13 سنة. وبالتالي عبرت تقريبا حوالي 336 سيدة حول العالم عن أنفسهم وثقافتهم وأفكارهم بالتطريز والرسم على الفستان ده. المشروع ده تقدر تعتبره منصة فنية للنساء ذوات الدخل المنخفض حول العالم. فكرة عجباني جدا. خلونا نشوف التقرير وبعدين نرجع نتكلم بعد الفاصل. في عندنا نقطتين مع بعض، النقطة الأولى الفستان الأحمر مثل ما ترى هنا، ونقطة ثانية طبعا جوائز الموضة المصرية الإيجيبت فاشن أوردز. ففي عندنا فرصة ذهبية هنا أن نجتمع مع بعض ونحتفل بالفن المصري والثقافة المصرية والعلاقات المصرية البريطانية، وبالتحديد في شخص اسمها كيرستي ماكلايد جنسيتها بريطانية، وهي بتقود هذا المشروع الفستان الأحمر وبتتعاون مع أكثر من 50 سيدات من سيناء في تطريز هذا الفستان الجميل. أنا شايف أنه فيه نوع من الغليط والبلندنج ما بين الثقافة المصرية التقليدية من ناحية والثقافة الحديثة من ناحية تانية. So the British Embassy have very kindly put on this event tonight, which is the dress but also a whole host of Egyptian fashion designers, which is very exciting. So we're kind of celebrating fashion within Egypt, as well as the embroidery from all around the world. The red color, because you can't ignore red. It's so strong. So red is connected to really big feelings like passion and love and anger and blood. And of all the colors I could think of, red was the strongest because I want what's on the dress to be noticed and to be listened to. It's very important. احنا يعني كان عندنا فوق ال 180 ناس قدموا، وده بالنسبة أول مرة رقم كويس جدا. وبعدين كان عندنا زي بورد من بره، كلهم ناس من صناعة الموضة عالمية، خبراء، هم نقوا ال 20 الفاينالست. أنا مشروعي بقى له 20 سنة بنعمل المشغولات الوحدات التطريز اللي هي من التراث. كان وحدات التطريز دي موجوده على الزي البدوي القديم، احنا خدناها ووظفناها على منتجات حديثه تكون مستخدمه زي الفستان، زي الستاره، زي الشال. انا معايا 450 سيده، 50 سيده اشتركت في الفستان ده. خدنا حوالي شهر الستات بيشتغلوا فيه فسلمتها لها، فهي خلال 10 سنين ركبتها على بعضها فعملتها فستان فتعرض في المتحف البريطاني، فكان كل ضوء مسلط على شغل فن سينا، على شغل سانت كاترين، هو اللي الناس كان ظاهر اكتر وعجب الناس اكتر. اولا الايفنت معمول علشان نكرم برضو اللي وصلوا للنهائي في ايفنت قبل كده الاي اف دي سي عمله اسمه ايجيبت فاشن اوورد، يعني جايزه بتاعت احسن مصممين ازياء. وكل القطع اللي موجودة هنا قطع بتاعت وصلوا للنهائيات. الفكرة ان احنا موجودين عشانها النهاردة هي ان احنا براند مصري سستينبل، يعني صديق للبيئة. شنطنا خشب، بنحاول نجيب خشب اللي هو بيبقى خلاص بيترمي، فاحنا بناخده بنعالجه بنزود عليه مادة الإيبوكسي علشان نمسكه في بعض، وده مين البراند بتاعنا. الفكرة كلها في ان انا حبيت ان انا اعمل جزام رجالي، which is حاجة صعبة جدا مش سهلة انها موجودة في مصر، وبستخدم دايما كله جلد طبيعي،
والايد العامله كلها مصريين. ده سامبل احنا عاملينها مخصوص عشان الايفنت النهارده. دي ثالث مره، في مرتين قبل كده طلعنا لندن فاشن ويك وكنا بنعرض حاجتنا هناك برضو بسابورت من البريتش امباسي. فكره الفستان الاحمر اصلا وفكره الشغل اليدوي اللي لف العالم كله ان احنا نبقى برضو موجودين معاهم، فدي بالنسبه لنا حاجه تسلط الضوء علينا وعلى شغلنا الجميل اللي موجود في مصر.